أغلق باب العطاء، باب العطاء مفتوح، من قطع فضل ربي يا عمر عن عبيده غير كلين غارق في عطيات سيده، فضل الله يغمرنا جميعا. الله 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 الله. عليك سيقول أنتم لازلتم تعتقدون هذه الأشياء، إيش الكلام هذا؟ لكن لو قلت له لأنك اليوم تدرس يا صاحب التخصص أن الماء الراكد مأوى للجراثيم وللحشرات وللبلهارسية وللديدان التي تأتيك بالمرض، عقله سينطرح صحيح؟ سيقبل. إذا جئت مثلا تكلم العوام أو تكلم بعض العلماء وتتحدث عن المستجدات في العلم وأن بين الأرض وبين الشمس كذا وكذا من الكيلومترات وأن الأرض تدور حول الشمس وأن الكواكب، ينبهر صحيح؟ هذا العالم ما شاء الله يعرف، فيكون لذلك أثر. هل هذا التجديد مطلق؟ أي إنسان ممكن أن يقرأ أي شيء ويجدد في الدين؟ لا، يعرض هذا الأمر الجديد على علم على مت الساعة، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء إلا وتكلم عنه. ترون الآن في العالم كثرة الخسوفات، كان أول في كل كذا كذا سنة يرون خسوف، اليوم دائما في السنة في السنتين يأتي خسوف، النبي أخبر عن ذلك، الأعاصير والفيضانات أخبر النبي عن ذلك. مر قبل حوالي شهر إعصار في اليمن ونزلت سيول كبيرة هناك، وجدنا لذلك حديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه بسبب ذنوب، بمعنى الكلام أن ذنوب الناس ترتفع فتحبس القطر من السماء، فالمطر الذي ينزل في سنة ينزله الله في يوم واحد أو في أيام قريبة فيغرق الأرض، هذا موجود في كلام النبي. وغير ذلك، عندكم مثلا الآن أجهزة الجوال، هل لها موقع من الحياة من ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يتحدث أهل المشرق فيسمعهم أهل المغرب. لو قبل 50 سنة من الآن، قبل أن يخترع التليفون الجوال والتليفون الثابت، كان واحد من الأجداد الذين ماتوا أجدادنا سألناه قالوا شوف في جهاز صغير هكذا قطعة من الحديد محتوية على بعض الوسائل يمكن أن تكلم بها إنسان في اليمن وأنت في إندونيسيا، ماذا سيقول؟ مجنون، أنت من أين تجيب هذا الكلام؟ لا يمكن أن يكون هذا، لكن نحن نرى هذا بأعيننا. الأوائل كانوا يصدقون بكرامات الصالحين، نحن لا، جاء زماننا لا يصدقون، قال الله لنا خذوا هذه الوسائل بديل عن تصديقكم بما يتعلق بكرامات الصالحين ومتعلقاتهم، أن سيدنا عمر يتكلم من المدينة فيسمعه سارية في العراق، هذا لا يقبله عقولنا صحيح؟ أو عقول أكثر الناس، أنا أتكلم ليس عنكم، أتكلم عن الناس من حولكم، عقول لا تقبل. إذن أنت تقول له اترك العلم الذي فيه إشكال وأكلمك بمستجدات علمك الحديث من خلال علم علامات الساعة وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بل حتى اليوم يوجد في بلدان المسلمين كاميرات المراقبة، ممكن كاميرا صغيرة بهذا الحجم تعلق في ركن غرفة تنقل للإنسان كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم في هذا لا تقوم الساعة حتى يكلم أحدكم ذباب سيفه وموضع صوته يخبره بما فعل أهله من بعده، موجود تسجيل وتوثيق وكل شيء مثبت. وهذا نموذج العلم في هذا الموضوع يطول، لكن وظيفة الأساسية لعلم فقه التعولات تجديد لغة الدعوة إلى الله. مثلا النزاع الموجود اليوم بين المسلمين حول قضايا المولد
والقبور والاستغاثة والتوسل والبسملة والقنوت والول التي أدت إلى الصراع والنزاع والقتال. لو قام واحد منا اليوم يكلم الناس في المسجد وأدلة المولد قال الإمام فلان وقال الإمام فلان، سيأتي مباشرة واحد أنت كافر، صحيح؟ ويمكن يضرب هذا الإنسان ويرميه خارج المسجد. حصل في بلد من البلدان أن اختلفوا يوم العيد في بلدة من بلدان البداوة يوم العيد. طبعا التكبير الذي نحن نعتاده تكبير الشافعية، وما جاء فيه من روايات زاد عليها التابعين شيء من الروايات، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، إلى قولهم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره. المجموعة الأخرى لا يرون هذا سنة، يرون هذا بدعة. فحصل صراع بين مجموعتين في المسجد، الشيبان هؤلاء بغوا يكبرون بالطريقة المعتادة، والشباب يقولون لا هذا بدعة. اشتد الأمر بينهم، تصوروا تخيلوا، وصل إلى حد القتال. فخرج يوم العيد من المسجد 6 قتلة. قال سيدي الحبيب أبو بكر لو كان تركوا التكبير كله كان أفضل، لأن التكبير سنة. طيب عندما نريد نحل مشكلة مثل هذه كيف نحلها؟ من خلال لغة فقه التحولات وعلامات الساعة. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقوم الساعة حتى يختلف الإخوان في الدين. شفت كيف؟ يختلف الإخوان في الدين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا عن ما يكون في آخر الزمان، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، بدل أن نسرد للناس أدلة المولد والآخر يسرد لهم أدلة بدعية المولد، بدل أن نأتي للناس بأحاديث التي تبيح التوسل والاستغاثة والآخر يأتي بضدها، نعتبر أن اللغة هذه واللغة هذه لغة تحريش، سماها النبي في التحريش بينهم. كيف نستطيع أن نحد من لغة التحريش؟ بنشر لغة المحبة، بنشر لغة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، بتجاوز كل أسلوب يمكن أن يسبب مشكلة. البارحة ذكرت لكم في المنظومة أن بعض الناس قد يكون عنده مناسبة عقيقة أو مناسبة زواج ولا يحب أن يقرأ المولد لأنه يرى أن المولد غير مناسب. كتب سيدي الحبيب تلك المنظومات تتكلم عن ما يتعلق بالعقيقة ويتعلق بالزواج ويتعلق بالمناسبة، نقرأها في المجلس. الحاضرون يقولون صلى الله على محمد. إذن حصل مقصود الصلاة على النبي، حصل، صار المجلس مجلس صلاة على النبي. وهل الوسيلة هي نفسها؟ الوسيلة جديدة، بأن نستخدم الشعر في نفع الناس وإيصال الفكرة، مثل ما استخدم الأوائل الشعر والنثر. الأوائل لما رأوا الناس مالت بعض الشيء عن السيرة وعن الشمائل كتبوا لهم كتب المولد وجعلوا فيها قصة المولد وقصة الشمائل ويقرؤونها للناس وينشدون الأشعار، وهذه كانت وسيلة تناسب ذلك الزمن. اليوم إذا سمح لنا بهذه الوسيلة نستخدمها، إذا لم يسمح لنا نجدد الوسيلة. جاء ربيع الأول مثلا، ربيع الأول يقبل، هل بعض الناس دخلت إلى مسجد المساجد ما يريد هذه اللغة، ما يريدك أن تتكلم عن المولد ولا تقرأ المولد؟ مرحبا، نجعل محاضرة في السيرة النبوية. وهل السيرة غير المولد؟ السيرة هي المولد والمولد هو السيرة. اقرأ لهم آيات من القرآن، كلمهم عن سيرة النبي، اشرح لهم الشمائل والأخلاق وذهب بدون أن تعمل مشكلة معهم. سيقولون ما شاء الله هذا الشيخ جميل. هذا من أين نأتي به؟ من تجديد لغة الدعوة إلى الله بما يستجد في الحياة. وهذا عبارة عن عناوين بارزة تحتها كثير من العلوم، تحتاج إلى تعمق إلى تأمل. مع صغر سنكم الآن كل يوم يمر عليكم اتسعوا في العلم في المجال فتعرفون. إذن الوظيفة الأولى لعلم فقه التحولات تجديد لغة الدعوة إلى الله، تجديد لغة فقه الدعوة إلى الله، فهمتم؟ الثاني صيانة علوم الثوابت، صيانة علوم معي يا شباب. لماذا؟ لأن الحياة ليست واقفة، الحياة تتحرك، وبتحرك الحياة تجد وتستجد أشياء مثل ما ذكرت لكم من علوم ومن غيرها، فيصل إلى الدين الطعن، يصل إلى الدين الطعن. مبنى الإسلام اليوم مثل بناء كبير عظيم
مرت عليه قرون، كيف يكون هذا البناء؟ يحصل له شيء من التأثر، صحيح؟ يصير هذا البيت قديما باليا، يحتاج إلى تجديد. هذا التجديد ليس تغيير وإزالة، بل ترميم، تصليح، ممكن أن تغير الطلاء، ممكن أن تزينه بشيء من الزينة، ممكن أن ترمم مواطن الخلل فيه حيثما وجدت وتعيد هذا المبنى كما كان بصورة أفضل. هذه هي الوظيفة الثانية لفقه التحولات. النصون فقه التحول، النصون ثوابت الدين. يعني مثلا سنجد الآن في الإسلام كما ذكرت لكم صاحب ضياع الأمانة، ضياع الأمانة. جاء رجل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يا رسول الله متى الساعة؟ فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ثم التفت قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. اليوم يوجد في المسلمين توسيد وإضاعة للأمانة، كيف نستطيع أن نوضحها للناس؟ الآن يوجد في المسلمين من يتعلم ويقرأ ويدرس ويحمل الأسانيد ويحمل الشهادات، لكن يوجد في المسلمين من ينظر إليه أنه مشرك وخارج عن الدائرة كلها، صحيح؟ يوجد. كيف يمكن أن نجدد بهذا الأمر؟ نعرف أن ضياع الأمانة سبب من أسباب الاقتراء على العلماء وأهل السند والعلم، والتوسيد إلى أن يوسد الأمر. ماذا يعني يوسد؟ يعني يعطى لغير من يستحق، إلى غير أهله. وانتبهوا، النبي لم يقل إذا ضيع فلان الأمانة، بل قال إذا ضيعت. ماذا يسمى هذا الفعل في اللغة؟ مبني للمجهول، معنى أن الفاعل غائب لا يظهر. وكذلك قال كيف إضاعته؟ قال إذا وسد، والفعل كذلك مبني للمجهول. وكذلك في كثير من أحاديث الساعة يوشك أن تداعى عليكم الأمم، في آخر الحديث يقول يلقى في قلوبكم الوهن. من الذي يلقي؟ طرف خفي. إذن نحن بمعرفة هذه المستجدات ومواضع الخلل والعلل نستطيع أن نصون الثوابت. إذا عرفنا أن الإسلام سيدخل عليه المدعون، سيدخل عليه المغيرون والمحرفون، نعرف كيف نوضح مبنى الإسلام. إذن نحن نجدد لغة الإسلام من وجه لغة فقه الدعوة، ومن جانب آخر نصون علوم الثوابت، نحافظ على بناء الإسلام والإيمان والإحسان والعدالة والسند والشريعة والأمانة التي نتلقاها في هذا الدين كعلم وكسند. واضح؟ أوضح لكم بحديث آخر شامل وكامل. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالطبع، قبل أن أذكر الحديث، المستجد من العلوم ومن الحياة يحتاج إلى تجديد للغة فقه الدعوة. أما الثوابت فلن تتغير. هل الصلاة قبل 1400 سنة تختلف عن الصلاة اليوم؟ هل الحج سيزاد فيه شيء؟ بدل أن يكون الوقوف بعرفة يوم ممكن يكون يومين؟ مش ممكن. مستجدات الثوابت هي نفسها. إذن الثوابت لا تحتاج إلى تجديد، تحتاج إلى صيانة، حفاظ. مثل ما ذكرت لكم في أمر البيت، إذا عند الإنسان بيت أو عند الإنسان سيارة يحتاج بعد فترة أن يدخل بها إلى الورشة لأجل يصونها، إذا كان يوجد خلل يصلحه ويتفقده، سواء بعد الخلل أو قبل الخلل. إذا بعد الخلل إصلاح، قبل الخلل صيانة أو مفاقدة نحن نسميه، يتفقد أمر السيارة قبل أن تتخرب. إذن الثوابت صيانة، والمستجدات تجديد للغة فقه الدعوة. عندنا أيضا حديث يبين كيف هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي أخبرنا فيه عن معنى حمل الأمانة، يحمل هذا العلم، وفي رواية يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول سماهم عدول، وسيأتي إن شاء الله تفصيل العدول، ينفون عنه
تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين، وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، ثلاثة نماذج. تمام، انتبهين. النموذج الأول الغالين، ينفون عنه تحريف الغالين. هناك في كل زمان ومكان أهل غلو، والغلو له جانبان. شريعتنا على حد الاعتدال، صحيح؟ هناك غلو بالزيادة يسمى إفراط، يسمى، وغلو بالنقصان يسمى تفريط. كنا البارحة مع أحد من الشباب نذكر مسألة متعلقة بهذا حتى في الأخلاق، مثلا التواضع. التواضع خلق متوسط، إذا الإنسان أسرف في التواضع زيادة على اللزوم يصل إلى حد المهانة، تجده مثلا حتى في ملابسه لا يعتني بها، حتى في أدبه. لماذا أنا متواضع؟ هذا ليس تواضع، هذه مهانة. التواضع أن تعرف قدر نفسك فتحسن الأدب مع نفسك ومع علمك ومع الناس من حولك. التواضع تصغير النفس اعترافا بالعيب، تصغير النفس اعترافا بالعيب. طيب واحد قال لا أنا سأحفظ على نفسي، أنا طالب علم وأنا عالم شريعة، تكبر. أنت الآن خرجت عن دائرة التواضع إلى الإفراط فصرت متكبر، وإلى التفريط فصرت صاحب مهانة. أنت تحتاج إلى التوسط. كذلك الكرم، الكرم متوسط اعتدال. إذا الإنسان أفرط في الكرم إسراف، وإذا قصر في الكرم وصار إلى درجة التفريط يسمى بخل. فهمتم؟ هذا ستجدونه في الإحياء للإمام الغزالي، أن كل خلق من الأخلاق بين طرفين، وكذلك الدين بين طرفي الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. فالنبي يخبر عن وظيفة أهل العدالة في آخر الزمان، ينفون عنه تحريف الغالين، الزيادة في الغلو، وانتحال المبطلين. المبطلين هؤلاء كما في سورة الروم، إن أنتم إلا مبطلون. المبطلون أصحاب التمثيل، اليوم ترون في الإعلام ممكن يأتون بواحد ممثل في الصباح يمثل أنه عمر بن الخطاب، نفس الممثل هذا في المساء يمثل أنه راقص ولا لاعب ولا عازف، صحيح؟ تلاحظون هذا؟ هذا مبطل، ليس صاحب حق. كل يوم له لون، كل يوم له لباس. يوجد في المسلمين من هو هكذا، اليوم يحب أهل البيت وغدا يبغضهم، اليوم يحب الصحابة غدا يسبهم، اليوم يحب الصوفية غدا يتكلم عليهم، اليوم يحب السلفية غدا يسبهم. مبطل، ما عنده ثبات. والنوع الثالث هو تأويل الجاهلين المدعين، لأن آخر الزمان يكثر فيه الجهل، كما يخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولو كان عند الواحد منهم صورة علم، ممكن واحد يحمل شهادة لكنه لا يعرف حقيقة العلم، ما عنده خشية، ما عنده أدب، فإذا جاءت فتنة دخل فيها وأفتى الناس بالقتال، فذهب الناس واقتتلوا وهو يتحمل ذنبهم، وهذا من معاني تأويل الجاهلين. فهمتم؟ إذن كم وظائف لفقه التحولات؟ الأولى تجديد لغة فقه، والثانية صيانة علوم، باعتبار أن المستجدات تحتاج إلى تجديد، والثوابت تحتاج فقط إلى صيانة لأنها لن تتجدد. واضح؟ بعد ذلك نزيد ولا يكفي؟ نزيد؟ خلاص، فقط واحد شيء وهو متصل بهذا الأمر، الثوابت والمتغيرات. علامات أركان الدين تنقسم إلى نوعين، ثوابت ومتغيرات. الثوابت الإسلام والإيمان والإحسان، والمتغيرات الركن الرابع وهو علم المتغيرات أو علم علامات الساعة. من أين جئنا بهذا التقسيم ولماذا جئنا بهذا التقسيم؟ عندنا سؤالين في هذا الموضوع، أولا من أين جاء التقسيم، والثاني لماذا هذا التقسيم. أما لماذا هذا التقسيم فهو أمر مهم، لأن الثوابت درست منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. الثوابت درست، الإسلام الإيمان الإحسان، هل درست؟ ألفت فيها المؤلفات، كتبت فيها الكتب،
ولا يزال العلماء إلى اليوم شروحات للفقه، شروحات للحديث، شروحات للعقيدة، شروحات للأصول، شروحات للتصوف، لا يزالون يؤلفون ويكتبون، صحيح؟ والمتغيرات هل خدمت؟ قليل جدا من يخدمها. إذن هذا التقسيم مهمته أن تعلم أن العلوم المستجدة والحياة المعاصرة بما فيها ليست مفصولة عن الدين. حتى الآن من المفاهيم الخاطئة يقولون هذا عالم دين، علماء الدين، هذه كلمة غير صحيحة. ومن أين جاءت؟ جاءت من الغرب، لأن عندهم هناك علماء الدين منحصرون على الكنيسة، ليس لهم علاقة بالحياة. عندهم مبدأ يسمونه فصل الدين عن الدولة، الدين في مكانه والدولة في مكانها، مفصولة عن الأحكام، عن التطبيقات، عن القوانين، عن الشرائع. ووظيفة عالم الدين عندهم أن يجلس في المعبد وفي الكنيسة، إذا أذنب الإنسان ذنب يأتي يدفع فلوس يستغفر ويذهب، خلاص يعطونه صك، يسمونه صك الغفران، وتنتهي المسألة. عندنا لا. لذلك ذكرنا اليوم للشباب سيدنا الإمام الغزالي لما يتكلم عن القلب يقول: لست أعني بالقلب التجويف الكمثري الشكل الموجود، اللحم الكمثري الشكل الموجود في التجويف الأيسر من الجسم، من الصدر. من أين علم الغزالي أن القلب كمثري الشكل وأنه يوجد في التجويف الأيسر من الصدر؟ لأنه كان من أهل العلم بالطب والتشريح. الإمام الرازي على سبيل المثال كان عالما في التفسير، وعالما في الفلك، وكان عالما في الطب والكيمياء والرياضيات والموسيقى. ليس عالم عادي، مش مجرد تعلم كلمتين، كان مؤلفا ومصنفا في هذه العلوم. الإمام الخوارزمي من علماء الشريعة، هو الذي أوجد الخوارزميات واللوغاريتمات في الرياضيات. الإمام جابر بن حيان اكتشف اكتشافات في الكيمياء. الإمام ابن النفيس تكلم عن الدورة الدموية عند الإنسان قبل أن يتكلم عليها الغرب. ابن سينا قعد قواعد الطب وإلى اليوم تدرس كتبه في العالم. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن الإنسان جاء الله عز وجل به إلى الأرض فجعل كل ما في الأرض خادما للإنسان. فهمتم؟ فسائر العلوم ومستجداتها داخلة تحت دائرة الدين وليست مفصولة عنها. وندرس الكيمياء والطب والفلك والموسيقى وكل العلوم من أجل خدمة الدين، وما كان منها متوافقا مع ديننا نأخذ به، لأن هناك علوم محرمة في ديننا مثل السحر، مثل علم النجوم المتعلق بالطوالع ومتعلق بهذا الذي يكتبونه الأبراج ومتعلقات الحظ إلى غير ذلك، هذه علوم لكنها محرمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس جذوة من النار زاد ما زاد. بكل ما يزيد في اقتباسه من علم النجوم يزيد جذوة من النار. فهمتم؟ هذا التقسيم مهم لأن علم الحياة بما فيها ليس مفصولا عن الدين، بل الدين مادته كل ما يوجد على الأرض من علم، لأن كل العلم مقتبس عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام جابر بن عيان بعد أن وضع شيء من التآليف قال فيه: علمي هذا كله علم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لي فيه إلا التأليف والتصنيف فقط. فأرجع العلم إلى أصله، لأن اليوم عندما يفصل بين العلم والدين، العلم المستجد أقصد علم النظريات والحياة، يقصد أن يبقى الدين منزوياً ومتحجراً حتى ينتهي الدين وينصرف شبابنا وأولادنا وأجلنا إلى دراسة الحياة فيلتهون بها عن غيرها. فهذا التقسيم مهم لأن يكون جميع مستجدات الحياة داخلة في دائرة الدين. فهمتم؟ والمسألة الأخرى: من أين جئنا بهذا التقسيم؟ جئنا بهذا التقسيم من حديث جبريل نفسه، لأن جبريل عندما تكلم عن الحياة عندما تكلم عن الإسلام تكلم عن تؤمن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن الرسول، هذه ثوابت.
وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه ثوابت. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن وراك ثوابت. لكن لما تكلم عن الركن الرابع ماذا قال؟ أن تلد الأمة ربتها. تغير. وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة الذين شأنهم رعاية الأغنام، تراهم يتطاولون في البنيان، هذا أمر ثابت ولا متغير؟ إذن علامات الساعة متغيرات، وركن علامات الساعة متغيرات، لكن هل الركن ذاته يتغير؟ لا، هو ثابت من حيث كونه ركن، ومتغير من حيث كونه يدرس التغيرات والمتغيرات. واضح؟ قد يقول إنسان نحن ندرس الفقه أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، كيف يكون متغير؟ متغير من حيث كونه يدرس التغيرات. واضح يا شباب؟ إذن فهمنا اليوم مقدمة، هذه العناوين نستذكرها فقط ونختم. أخذنا مقدمة عن كيفية نشوء علم فقه التحولات، كيف ندرسه مفصلاً، من أين أتينا بمستند أنها أربعة أركان، تكلمنا عن حديث جبريل وما يحمل من دلالات، فهمنا كيف أن الساعة علم، عرفنا مسميات فقه التحولات، وعرفنا أخيراً الثوابت والمتغيرات. غداً إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما يتعلق بهذا الأمر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والمعرفة والعلم، وأن يصوننا الله عز وجل بثوابتنا، وأن يحفظنا في مستجدات حياتنا، ويختم لنا منه بالحسنى وهو راض عنا، ويبارك لنا في هذا العلم، ويسدد ألسنتنا بما يرضي نبينا ويرضي أشياخنا، ويحفظنا إن شاء الله في أقوالنا وأفعالنا كلها، ويجري لنا ولكم النفع والإفادة ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أذنوا. باب العطاء مفتوح، من قطع فضل ربي يا عمر عن عبيده غير كلين غارق في عطيات سيده، فضل الله يغمرنا جميعا.